نسأل عن تعسر الزواج رغم السعي الحثيث، ودائما يتعسر ولا يحدث نصيب رغم عمل عدة رقيات شرعية صحيحة بإذن الله. ما يحتاج رقية شرعية، الزواج نصيب، يعني ما صار نصيب يأتي النصيب إن شاء الله تعالى. فإنسان أهم شيء يستخير الله تبارك وتعالى قبل أن يقدم على الزواج، والله تبارك وتعالى يختار له. نعم.